نتمرن انا وانس حتى تصير اقوياء ونصير ابطال في الارم ريسلينج اقوى ناس في العالم. يلا اتحداك انس يلا يلا انت باليدين يلا يلا باليدين انت باليدين ما يقدر حتى باليد. اول مره نلعب هذا اللعبه كثير ناس بيلعبوها حاليا كثير يوتيوبرز والله حلو يمديني اتحدى متنمر. اوكي انا بتحدى متنمر فايت ايش اسوي لازم اضغط بالماوس لا 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 لازم اضغط بالماوس لا 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 هو فاز علي مره صعب مره صعب لا تضحك هجرب مره ثانيه انا هجرب عليه كذا كيف كيف انس مالك كيف انس بيفوز اعتقد عشان انا ضعيف لازم امرن نفسي واقوي نفسي اول خلينا نشتري من هذا طيب يلا اهو اوكي ايت واحد 1 كي جي يلا لازم اقوي نفسي انا بس قوه 20 الحين اوكي كل ما اتمرن اصير اقوى واقدر افوز عليهم اوه بتمرن البايسبس جو 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 جيب 2 كي جي الباربل لازم تكون عندك كثير اقدر اقوي نفسي بسرعه اوت ترين اوه ايوه يلا تبرع معي انس فينك فينك تعال تخيل وتقدر تسوي اوتو ترين يعني تخلوا اللابتوب شغال كذا طول اليوم وتروح تتغدى هذا والرجال بيتمرن في اللعبه ايه بيسوي اوتو ترين شوف اوتو هاندز وانا مايوا نانديسكا نانديسكا بايسبس مرن الذراع اليسار كمان مو بس اليمين كيف تضارب معك؟ انت بتضارب معايا؟ ايوه افوز ليش انت بس بتضارب معايا انس؟ دائما حتى في الحقيقه عشان حفوز ايش في هنا؟ ايش اللي بيصير هنا يا جماعه؟ ها؟ ليش كلهم متجمعين هنا؟ ما اعرف عشان بيشتروا اجز بيشتروا بيض؟ ايوه انا اقوى منك كيف صرت اقوى مني؟ ما اعرف والله من جد كيف؟ ايش هذا؟ هو فوق 800 قوه حتى اطلع من المدرسه لازم افوز على الشامبيون هذا حفوز على البولي دحين هتفوز على البولي انت؟ فوز والله فزت على بولي؟ حفوز مرة ثانية عشان مرة ثانية ياي فوز حفوز على التيتشر انا حجرب دحين اشوف اذا اقوى من اول اقوى بكثير ياي يس فزنا حفوز على التيتشر مرة ثانية اوكي هذا التيتشر بس التيتشر قوي قصة حقيقية يا جماعة والله مدرس العربي في المدرسة بالبداية تحديته ام رسلينج كنا مرة قريبين من بعض يعني ونمزح مع بعض كثير مرة ثانية يس فزت على مين التيتشر؟ ايوه التيتشر انت فزت اللي بعد التيتشر؟ ايوه ابى اطلع من المدرسة خلاص اللي قبل الاخير عصاب مافيا واللي قبله واحد مدمن في النادي كيف حق المافيا اقوى من اللي يروح النادي؟ جبت 2 مونكيز والله كيف ورينا اوه كيف علمنا كليم جيفت اوكي اضغط هذا فانا دحين عندي مونكي كمان ايوه يس اي لايك مونكي عندي حيوان اليف واحد دحين اخليه يمشي معي يس بالحق وراه فزت على النادي ولا لا لا مره صعب اجرب اوكي اجرب دحين كيف انت اقوى مني مره قوي شوف حيوانات اليف حق هذا الرجال وهذا كمان عندهم حيوانات ريفة حلوة أخيرا أنا عندي 3000 قوة والله حفوز على البودي بودي بيلدر والله؟ ايوه شوف هالس كيف تتمرن أنا مع القرود اوه دحين يديني تتمرن هذا واو هذا بيزيد قوتي كثير ترى هنا حفوز على الجمرات جمرات فزت عليه؟ حفوز ياي فوز فزت عليه؟ أنا حجرب كمان بسم الله أنا حفوز عليه كمان أنس أنا حفوز عليه بدون ما أطالع فيه قول لي انت فزت لا 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 فزت لا فزت ايوه لا امزح ما فوز مره قوي صعب مسكين ايش يسوي الحيوانات اللي يفرق تساعدكم ايوه اعتقد حفوز عليها هذه المره حفوز فزت باقي المافيا والشامبيون جبت نمر فين؟ هنا جنبي بس شايف قرود اهو عنده قدين ونمر اوه تعال بابا تعال هنا فين؟ ورايا ايوه اضغط جوين هنا جوين هنا؟ اوكي اوه انا اتحداك انت اوه ما كنت اعرف انت تتحدى انا ايه لا تحرك قاعد اتحدى الماوس حيخرب حكسر الماوس انا اتحكسر الماوس حقك لا حفظ عليه هو اوقع مني كمان هو 12000 مرة ثانية مرة ثانية كيف تسوي كذا؟ تعبت اصابعي تعبت اصابعي تعبت في الحقيقة خلاص حخليه يفوز تعبت فوز علي انس ايش هذا؟ ياي فوز على ما في انس ولا لسه؟ لا ما اقدر صعب شوف الكائنات اللي تقدر تجيبوها من هنا كم قوتك دحين؟ كثير انا 21000 اوكي حجرب المافيا دحين؟ اوه على طول ما في امل واو اوه هنا في بيضة تقدر تشتروها بفوزة واحدة بس ها؟
بينك فلامينجو. انا جبت الايفل اوفرسير. اوه عندي بينك فلامينجو. واو مره قوي. ايش هو الايفل اوفرسير؟ تعال تعال تعال. كيف جبته؟ من البيض. البيضه انا عنده هذا. كيف جبته؟ اشوف انا حصير مره قوي دحين. الحين قوته 77000 تقريبا. 100000. مع اني صرت اقوى بس عضلاتي ما كبرت. فين عضلاتي؟ ووصلت فوق 200000 قوه. من زمان بتمرر في النادي يا جماعة. تعبت. بطلع من هذه المدرسة. جبت أربعة إيفل أوفر سيرز. أنا مبسوط بيجمع كائنات. شوف كائناته. واو. حتضارب مع مافيا بوس بابا. طيب يلا قول لي إذا حتفوز عليه. حفوز عليه. إيوه حفوز 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 فوز. أنا حجرب المافيا دحين. شوف إذا أقدر أفوز عليه. أوه الحمد لله فز عليه. أنت أقوى مني. باقي هذا ويمديني أخيرا أطلع من المدرسة. عندي كثير بينك فلامينغوز ما أحتاجهم. أنا عندي مرة كثير بينك فلامينغو. أسوي دليت لكل الأشياء. أنا بس بيركز في الكائنات دحين. أيوة. شوف أنا أقوى منهم كثير. يلا تحداك أنا. تعال. أوكي بعد دقيقة. بس. لا تعال دحين. لا حصير أقوى منك. شوف. أنا تقريبا مليون قوتي. تعال يلا. إيش بك خايف؟ تعال. دقيقة. لا بس شوف. تعال دحين. لا. طيب وانا بس انا الحين فوق مليون قوه بحاول افوز على هذا. ما تقدر. بسم الله. لا تقدر. بسم الله اقدر افوز عليه بالراحه ومديني اطلع من المدرسه. يس كيف. يلا انا اسمك اتحداك دحين. بعد شويه. لا دحين عشان بطلع من المدرسه. بس عندي 700000. اوكي الحين يديني اطلع حطلع من المدرسه اخي. احتاج 15000 كاس. او ماي جاد. صار يعني كل شيء لازم اتعارك. جبت مليون. شوفوا كائناتي. انا عندي كائنات احسن من كائناتي. ايوه انا من اول بتدرب ودحين فوق 2 مليون قوه. كل شيء حتعارك معي حتى اطلع. لازم اجيب 15000 كاس. صريعة اتكسرت. لازم تشتري فاتس يا بابا. لازم اجيب فاتس. ليش؟ هم بيساعدوني اكون اقوى. ايوه كل شيء لازم اجمع كؤوس. يا الله تت قاعد اتعارك مع البطل كل شوي لانه هو يعطي اكثر كؤوس نفوز عليه. اوه بضرب هذول المسامير دحين. او ماي جاد اخيرا جبت فوق 15000 كاس. الحين الدنيا طلعت من المدرسه. انا ما زال متعلق داخل المدرسه. الحين دخلت غرفه مختلفه فيها بيض مختلف. انس انا افضل. انس مره زعلان. دحين في شخصيات جديده اقدر اتعارك معهم. شوف اذا اقدر افوز على هذا. يقترح ان قوتك يكون فوق 60 مليون حتى تفوز على اسهل واحد. كيف. او ماي جاد جاري ذئب. انس أه؟ عشان تفوز على هذا لازم يكون قوتك فوق 7 مليار. مليار؟ تقدر اللعبة ممكن تضيع كثير وقت في اللعبة. شوف إذا أقدر أفوز على أسهل واحد. لا هو قوتي 6 مليون. واو. قويت نفسي شوية. نجرب مرة ثانية. لسه ما حقدر مرة قوي. تقدر تسوي أوتو فايت. يعني تتعارك إلى ما لا نهاية لحاله أوتوماتيك. أيوه لحاله. خلاص طفشت. لي أكثر من 45 دقيقة ألعب. على فكرة أنا وأنس الحين في قطر بنروح على المسرح بعد ساعتين تقريبا فنحتاج نخلص اللعبة. مستحيل نخلص اللعبة اليوم. هذا آخر واحد فوق 800000 مليار. كيف؟ خرجنا من المدرسة وإحنا الحين في النادي لازم نفوز عليهم هذول كلهم حتى نطلع منه. نجرب هذا الحين مرة ثانية. ما أقدر صعب. أنا صعب. لازم نتمرن كمان. يلا اتمرن يا محمد اتمرن. إيش الباربل؟ باربل بار باربل باربيل. نجرب مرة ثانية. خاف لا الماوس يخرب ترى. اضرب ضغط قوة. ما اقدر اتنفس. ما بتنفس. فوز. ماي جاد. بهذه المناسبة يكفي الفيديو. جول عجبكم اذا عجبكم اعطوا لايك واذا ما عجبكم اعطوا ديسلايك. واذا ما عجبكم تاكدين اتركوا تعليق تحت الفيديو. مع السلامة.